السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا هي على الماس ترانسفير. احنا الكورس الأول اللي أخذنا على الشغلات الانتقال الحرارة اللي يصير عندنا في حالة إنه ثيرموداينامكس، وأخذنا خواص الحرارة وخواص الشغل ومن هاي الشغلات الكل، يعني أخذناها بنظر الاعتبار. هسه بهذا الكورس احنا بدي ناخذ الماس ترانسفير. الماس ترانسفير انتقال الكتلة، يعني مثلا اذا احنا عندنا، اذا ناخذ هذا انتقال الكتله، يعني شنو؟ انا عندي مادتين او مركبين موجوده، في مثلا عندي غازين مختلفه، زين هذول اثنيناتهم انا وين خليتهم؟ خليتهم فصلت بيناتهم في بارتيشن بقاطع، زين، وجيت هذا البارتيشن من شلته واخرته، الغازين راح يبدون شي يصير بهم نوع من التمازج، ويصير بيناتهم عملية خلط، زين، ويستمر إلى أن يصير عندي بالبداية يكون سريع، بعدين يبدي يقل سرعة الخلط، تبدي تقل لأنه يصير في نوع من التواصل بيناتهم، زين. فهذا احنا نسميه في نوع من الجسمه انفينيت تايم، يعني هذا راح يكون عندك في موقف اللي هو انفينيت تايم. The whole system هنا requires uniform composition، فيصير عندي نوع من التركيبة اللي خلينا نقول تقريبا تكون متساوية، زين. فهذا عندي الماس ترانسفير، زين. هذا مثلا اذا انا عندي بالغازات، واذا عندي مثلا لنفرض انه اني اذا اريد احصل على محلول سكري، لنفرض انه انا عندي مثلا مصنع مال صناعة الدبس. الدبس مثلا انا اذا اريد، هو كمية السكر الموجودة به هي ثابتة، بس احنا ايش راح نسوي؟ راح نمرر على مراحل مختلفة، فمش راح يصير بكمية ما راح تبدأ تقل من عنده. فإذا الماس ترانسفير أو كمية السكر الموجودة مثلا إذا 10 كيلوات، راح تبقى بيه 10 كيلوات، بس راح يصير بيه مادة مركزة، لأنه أنا قللت خففت من المي الموجود بهذا المحلول السكري، فيتحول إلى الدبس عندنا، زين. فشوفون إذا هي كمية السكر ثابتة تكون عندي، فالانتقال راح يصير بهالأساس. هسه نشوف هنا أنا عندي، راح ناخذ واحدة من الأهم خلينا نقول المواضيع اللي بالماس ترانسفير، راح ناخذ الديفيوجن أو الانتشار. الانتشار نشوف انه هو شيء مثل اللي هو دي يصير عندي عملية خلط، تصير ايضا نفس الطريقة اللي حكينا بيها. مثلا هنا انا عندي من التركيز العالي للتركيز الواطي، هو عادة يصير انتقال من تركيز المادة العالية الى تركيز المادة الواطئة. عندنا نوعين من الديفيوجن، الديفيوجن خلينا نسميه احنا موليكولار ديفيوجن وكل ادي ديفيوجن، زين. فالمولكيولر ديفيوجن اللي هو من الهاي كونسنتريشن على تركيز المادة A، إذا أريد أنشرها بالمادة B، زين. اللو راح يصير عندي من الهاي لللو، فإذا راح يصير عندي الانتشار من العالي للواطي، الانتقال دي يصير عندي من العالي للواطي. ونفس الشيء بالراديال فلاسك، انه دي يصير عندي او راديال ديفيوجن، زين. انا عندي هنا ايش دي يصير؟ دي يصير عندي من عملية انتقال بتصير كتلة، زين، من العالي للواطي، زين، بس راح يكون عندي شنو؟ القطر هنا أنا يكون دائري، يعني الانتقال يصير عندي محوري. عندنا المولكيولار ديفيوجن، القانون الرئيسي المهم جدا 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 عندنا اللي هو شو نسميه؟ الفيكس أو فيكلو، هو حقيقة قانون فيك، زين. فقانون فيك فهو شي يقول انه ال NA تساوي سالب DAB DCA على DY. ال NA يمثل لي عندي المعدل الانتقال المولي او الانتشار المولي، زين، بالمولات احنا بدنا نحكي. ال DA شي يمثل لي عندي المعامل الانتشار او diffusivity او النفاذية، زين. ويصير عندي بالماينس لانه من العالي للواطي دي يصير انتشار من الجزء العالي للواطي، فحصير عندي دي سي اي. السي شيء مثل لي تركيز الماده اي بالنسبه، طبعا هذا الديفيوزيفيتي الماده اي للبي، يعني معامل انتشار الماده اي بالنسبه للبي. الدي سي اي اللي هو السي اي شيء مثل لي تركيز الماده اي الموجوده في متغير الماده اي، تركيز الماده اي على متغير المسافه،
هاي المسافة اللي انتقلت بيها انتقل بيها التركيز. زين، وممكن تتسمى انه انا سالب دي اي بي يصير عندي سي اي 2 ناقصا سي اي 1 زين على واي 2 ناقصا واي 1، يعني دلتا سي على دلتا واي. هذا نسميه في حالة شنو الستيدي ستيت، في حالة الثابت، يعني خلينا نقول متغيرات الثابتة. في حالة الانستيدي ستيت هذا احنا راح نسميه راح يصير بالوان دايمنشن، لانه اكو اكثر من وان دايمنشن، اتجاه واحد راح يصير اكثر من اتجاه واحد، بس احنا ناخذ الشغلات خلينا نقول عليها اللي بسيطة خلينا نقول عليها. زين، فاذا هنا راح يصير القانون دي سي اي على دي تي يساوي لي دي اي بي دي تربيع سي اي على دي واي تربيع. هذا في حالة القانون الثاني لفيك اوكي، اللي هو بالانستيدي ستيت، حيث النهايه هسه انا شرحت لكم اياها. ال ان اي تمثل المول فلاسك فلاكس، زين، معدل التدفق المولي عندي في الكيلو مول على متر مربع سكند. هاي طبعا مهم الوحدات اللي تنسوها نهائيا. الدي اي بي ديفيوزيفيتي اللي هو شيء مثل الانتشارية، المادة اي في المادة بي، متر تربيع على سكند، زين، والسي اي مثل تركيز المادة اي، والوايت مثل ديستنس اللي تنتقل بها المادة أو تنتشر بها، والأيد مثل الكروس سكشنال أريا المساحة المقطعية للانتشار، زين، والدي سي اي على الدي واي مثل كونسنتريشن عندي التركيز، يعني معدل التركيز على المسافة الموجودة، زين، والان اي مثل مولر فلاكس اللي هو قلنا عليه شنو هو المولر فراكس، هو يمثل لي عملية سرعة الانتشار خلينا نقول عليها بس بالمولات، زين، مولز لكل يونت اريا، لكل وحدة مساحة لكل زمن. فإذا هو سي اي هو شيء مثل لي هو الكونستريشن المادة اي، زين، في الموجودة مثلا في الخليط خلينا نقول عليه هو اي وبي. فلازم انا يهمني مثلا سان داري يعرف السي اي، ما داري يعرف السي بي، سي بي او سي اي، زين، لان عندي خليط مثلا من اي وبي، زين، فاذا اني سي اي اللي يهمني، لانه انا اعرف المولات اللي موجوده للماده اي في وحده الحجم. زين، هسه هنا نباوع بناخذ هسه حاله انه انا عندي شنو هذا السي اي والواي والمادي، هاي كل التفاصيل انا شرحتها سابقا، زين، ونعادت هنا، زين. المهم، فاذا اني هاي عرفنا لها، والدي اي بي اللي هو شيء مثل الديفيوزيفيتي الماده او معامل الانتشار او معامل النفاذيه الماده اي في الماده بي، زين، والواي ديستنس دايركشن اوف ترانسفير، والديفيوزيفيتي از ديبندنت يعتمد على الفلو باترن، يعني اذا كان عندي جريان خطي او جريان سريع، زين، مضطرب، وذا بوزيشن بالنسبه للموقع الموجود عندي، زين. فاذا صار عندي هالشكل فراح يصير عندي ادي ديفيوجن، زين، ادي ديفيوجن. بعدين نحكي عن اللي هو خلينا نقول في حاله الاضطراب، في حاله الاضطراب اللي يصير عندي الديفيوجن هسه. اذا نجي على تعريفه، spontaneous movement هو الحركه التلقائيه اللي تصير للجزيئات من منطقه اللي هي تركيزها عالي المنطقه اللي تركيزها واطي. فالاوزموز spontaneous net movement، اذا هو الاوزموز او الازموزز الضغط الازموزي، او يقول لك الازموز هنا مثلا يحكي من يقول ضغط الازموزي، از سبونتينيوس نت موفمنت، هو المعدل الانتقال اللي دي يصير للماء خلال منطقه خلينا نقول عليها شبه نفاذه، يعني ميمبرين اللي هو شبه نفاذ يكون من خلاله الى اللو سوليوت كونستريشن، يعني عندي إلى تركيز واطي لهاي المادة. مثلاً ليش مثلاً نجيب في المثال بسيط، تشوفون الحشرة أو الذبانة، المهم يعني من تيجي توقف على منطقة اللي بيها مثلاً عسل أو بيها دبس، فتشوفون هاي المنطقة تكون كلش مركزة، هي من وقفت عليها فمعناها هي يعني راح تموت. يعني ليش تموت؟ يعني مو لأنه هي اللي زقت بالدرجة الأساس بالمادة هاي، بس هي اللي يصير عندي عملية تنافذ، فالمادة اللي خلينا نقول تركيز العالي للسكر راح ينتقل
عبر جدار الحشرة نفسها أو الغشاء مات الحشرة ينتقل إلى جسمها، فلهذا تموت، لأن يعني تركيز السكر راح يصير بيه مادة كلش عالية جدا. زين، فالمهم، فإذا أني بهالحالة راح أبدي أني أرتب الوضعية. فإذا أني أشوف إنه أزمونز is the result of diffusion across the semi-permeable membrane. ممكن عليه إنه مادة شبه غشائية تكون تنافذية، فهنا solution different concentration، نتيجة إنه الجريان يكون ما بين المحاليل اللي هو يكون عندي التركيز يعني يكون سريع جدا، التركيز يكون سريع جدا من الممبرين. Then the solvent will tend to diffuse across the membrane. في هذا عندي المادة اللي عندي اللي راح تبدي تنتقل، مثلا مادة سكرية راح تنتقل عبر هذا الجدار، لأنه إذا جبنا مثلا ضاري السكر مثلا، فلهذا يصير عملية انتقال سريع للمادة بيها. زين، ف هنا شنو يقول لي؟ السيمي ميبربل ميمبرينز ار فيري ثين لايرز، طبقات خفيفة جدا من المادة اللي هي تكون تسمح للمادة الجزيئات الصغيرة انه مثل الاكسجين والمي والكربون سي او 2 والامونيا والجلوكوز، زين، والامينو اسيدز احماض الامينية الى اخره، انه تفوت من خلال هذا الغشاء النفاذي. زين، فبحيث ايش تسوي؟ ما تقبل انه المواد الاخرى اللي ذات مولات عاليه، يعني جزيئات موليه كبيره لها مثل السكروز او بروتين غيرها، انه تعبر من خلال، يعني كانه تصير خليه غشائيه انتقائيه، اوكي، تعبر من عندها المواد اللي خلينا نقول عليها تراكيس، خلينا نقول الجزيئات ما تكون صغيرة زين تسمح بعبورها، بس الكبيرة لا. هنا نشوف بالأزموز ويا الديفيوجن، لاحظ هنا ايش دي يصير عندي الديفيوجن، عندي المواد مثلا خلينا نفرض عليه هاي النقاط هاي الحمراء هي تمثل لي شنو اللي هي المادة المذابة في الماء مثلا. فنشوف هنا the particles are near، مثلا تصير على جهة زين، when the particles all randomly move around، من تبدي تتحرك عشوائيا يصير انتشار، راح تبدي تنتشر بهالشكل تصير زين، فتصير تقريبا تترتب بهالشكل زين، هي كانت متركزة من جهة واحدة راح تبي تنتشر بداخل الجسم، يعني مثل جزيئات السكر راح تبي تنتشر بداخل جزيئات الماء. Diffusion ينطي عندي ال movements of particles، أو يعني مثلا عندي الجزيئات أو عندي الحبيبات الموجودة تنتشر في هذا الجسم في من الأعلى concentration لأقل concentration، يعني التركيز العالي لتركيز الواطي زين. It's simply a satisfied outcome of random motion، فهذا احنا نسميه دائما random motion، يعني جريان العشوائي خلينا نقول، أو انتقال العشوائي دي يصير at time progress، كل ما يمر الزمن انت راح يصير انتشار عندك بشكل طبيعي. Then if the differential gradient of concentrations between high and low will draw, then will drop, then راني راح يصير شوية شوية راح يصير الانتشار يقل، لأنه صار عندي انتشار واحد داخل الثاني، فسرعة الانتشار راح تقل أدنى، أوكي، إلى أن يوصل حالة التوازن. Diffusion increases entropy. احنا قلنا سابقا اخذنا في قوانين الحراره الانتروبي هي عشوائيه النظام، فهنا انا معناها هو ايش يسوي؟ يزيد العشوائيه مالت النظام. فمثلا جيبز فري انرجي، قانون جيبز زين، اللي هو هنا از كلير اكزامبل اوف ثيرموداينامكس، احنا ناخذ من الاعتبار ديفيوجن اوبريتس وذين ذا باوندريز اوف سكند لو اوف ثيرموداينامكس، احنا اعتمادا عليه من على القانون الثاني ثيرموداينامكس، لان هي تاخذ بنظر الاعتبار
زين انه هي عمليه بتصير عمليه انتشار بتصير ما بين الاجزاء زين من التراكيز العاليه والتراكيز الواطئه زين. فهذه water molecules are free or to pass الجزيئات الماء تكون هي تمر من خلال الجسم الجسم هذا تشوفون هاي الأجزاء زين فتمر من خلاله بشكل يعني تمر من خلاله عادي زين in both directions بعدين توصل مرحلة إنه توصل حالة الاستقرار خلينا نقول عليها إنه أون شار يصير مستقر اللي يروح يرجع له مرة ثانية أوكي. نلاحظ في البلانت سيل في الخلايا خلينا نقول الزراعية زين نشوف هنا للخلايا الزراعية أو الأنيمالز يعني مهم أو الإنسان خلينا نقول زين تكون هذه هنا راح يصير عندي gain water by osmosis هي راح دائما يصير بها يعني تستقبل الماء بوجود نتيجة ظاهرة الأزموزس اللي هي حكينا بها سابقا اللي هي مهمة جدا زين enter the cell الماء راح يدخل فممكن هم شيء يسوي له hydrate as well يعني ممكن الجسم شي يصير بنتيجة مرور الماء من خلال هذا خلينا نقول الطبقة الموجودة زين يصير بها فد نوع من الهايدريشن يعني وسوالينج يعني عملية خلينا نقول عليها يعني تكبر أو يكبر حجم الخلية لأنه خلينا نقول عليها يصير بها انتفاخ زين بس إذا كان الماء قليل بها في dehydration يصير كأنه dehydration معناها عملية جفاف راح يصير بها زين فهنا أنا راح يصير عندي leaf cells as it enters therefore the cell will shrink يعني في ذلك الخلية راح يصير بها انكماش the water concentration in the medium is exactly the same then the cell will stay at the same size فالمفروض الجسم أو الخلية تبقى نفس الحجم على مود ليصير عندي في نوع من يعني في إذن لازم أوصل لحالة التوازن زين فهنا أنا هذا الموجود أنا شرحت سابقا على السريع يعني هذا هاي الرسومات الموجودة زين هاي شرح مالتها أوكي reverse osmosis إذا شفنا هنا إحنا عندنا osmotic pressure هي كلش مهمة عندنا زين فإذا هذا الشرح مالت عن حكيته سابقا وعرفنا افتهمنا زين فإذا أنا لازم أفهم شنو reverse osmosis و forward osmosis reverse يعني reverse osmosis اللي هو يصير متعاكس يرجع مرة ثانية زين فراح يصير عندي differential what point of differential gradient between high and low solute triggers osmosis then reverse increased volume or atmospheric pressure يعني إذا زاد الضغط الجوي أو الحجم زين راح يصير the higher solute particles راح يذهب أو يخليها تعبر خلال الجسم أو خلينا نقول الممبرين الغشاء الموجود زين بالنسبة لهذا الحكي اللي يصير عندي بالسالينيشن في ديسالينيشن في عملية خلينا نقول إزالة الأملاح forward osmosis عندي unlike reverse osmosis which goes from high to low concentrations forward osmosis forces راح يصير عندي هنا عكس الريفرس اسموزز الفورورد راح يصير عندي شنو هنا راح يصير انه الفورسز لو سوليوت بارتيكلز وال يعني التراكيز واطئه خلينا نقول عليها راح يصير بها تروح لذات التراكيز العاليه او يعني المركب العالي زين فهنا بهذا الحال راح يصير عندي نسميه احنا شنو هنا whereas reverse osmosis pushes particles forward osmosis draws them and resulting in cleaner water هذا عملية الإزالة تصير زين إزالة تكون عندي عكسية أو متقابلة ماشي يعني عندي أنواع مهمة من الديفيوجن فأني أريد
من عندكم انه مثلا انتم تحفظون هاي الانواع، ممكن تجي يعني كشرح بسيط جدا عنها انه سيرفيس ديفيوجن، عندي ديفيوجن اللي يصير او تنافس اللي يصير على السطح، زين براونر براونن ديفيوجن اللي هو راندوم موشن اللي يصير عندي عمليه جريان تكون عشوائيه، زين بارتيكل سكيب والسليب والكولكتيف ديفيوجن، زين وعندنا اوزموزيس ديفيوجن وعندنا الاوزموزيس والكترون ديفيوجن وفاسيليتيتد ديفيوجن، زين هذه كلها اللي خلينا نقول عليها زين اللي هي انواع اللي موجودين ديفيوجن يعني زخم دي يصير بيها، زين الفوتون ديفيوجن زين وريفرس ديفيوجن والسيلف ديفيوجن. فاذا هاي مثلا اقول لك شنو انواعها، مثلا انت راح تعدد لي اياها، اوكي ممكن يجيك سؤال اقول لك شنو انواع الديفيوجن. احنا راح نتوقف بهذا الموضوع هسه حاليا، زين والمحاضره اللي دزيت لكم اياها سابقا اللي هي على البي دي اف، زين ذيك راح نشرحها بالمحاضره الجايه تفاصيلها ان شاء الله. وشكراً.